ولاد زي ما تعودنا ان احنا ناخد ميديا وبعدين نطبقها على الشيلدرن وبعدين خدنا الفاينتايت نطبقها على الشيلدرن اللارينجايت نطبقها على الشيلدرن وهكذا. فدلوقتي الفاينتايت الشيلدرن الطفل لما بيتولد ما عندوش غير اثنين تايمز بس اللي هما لحد ما يتجلوا ماكسيلري واسمويد. اما الترانسر والسبينويد مش ديفلوب خالص عند الاطفال، بيبتدوا يظهروا من 2 ل 4 سنين ويوصلوا تقريبا للفول سايز عند سن 14 16، وبالتالي الطفل ما يجيلوش لا فرانتال ساينوسايت ولا سبينويد سايت. تمام؟ امال يجيله ايه؟ يا ماكسيلري يا اسمويد فقط. معايا؟ يبقى ايه الطفل؟ يجيله يا اما ماكسيلري يا اما اسمويد ساينوسايت. طيب وعرفنا ليه؟ لان دول اللي كانوا بتاعت الاطفال لما بيتولدوا. البريد سبوزنج فاكتور ليه الاطفال يجيلهم من السايتوكاين؟ ده لعلمك بقى لو عايز الحق، وان كان الكلام ده بيبقى ديلايد من كل بيبرز على مستوى العالم بتوع الاي بي، ولكن اكشوالي نسبه السايتوكاين في الاطفال على الكبار بس احنا ما بنشخصهاش. ليه؟ لان معظم الاطفال اللي عندهم اديبول بيبقى عندهم سايتوكاين بشكل مستري الفلوس اتقفلت. اللي عنده ادينويد عنده سايتوسايت، مش فيه الادينويد السايتوسايت بتخف معايا؟ علشان كده مش معتبرينها سايتوسايت، لان هو مش في الادينويد خلاص. المهم ليه الاطفال بيجيلهم سايتوسايت؟ عندهم بريد سبوزنج فاكتور يا جنرال يا لوكال، واللوكال اقوى اللي هي الادينويد. الادينويد تفرق وين عن حيتين، تروح عامله اوستراكشن للنوز، تروح عامله ستاجنيشن للميوكاستيفيشن، الستاجنت فلويد يروح حاصل له سكندري انفكشن. تلاقي هو الادينويد ده بنسميه ايه؟ الطفل المشخر او البربور. طب وليه بيبربر؟ علشان الخيوط مقبوله وجاله انفكشن. تمام؟ هو ده يبقى ده الادينويد. جنرال بقى مش جنرال انفكشنات في الايدي بدات بنزل البرد؟ اه. هو نزلت البرد عند الاطفال ولا عند الكبار اكتر؟ عند الاطفال لان الانفكشنات ماضيه. تمام؟ وبالتالي الايدي ده بارز برايت انفكشن والانفكشن ما فيش غير الاطفال مثلا. تمام؟ لو جنرال ريزيستنس الايميونيتي بتاع الطفل قليله. سيبك من كل ده، طفل يعني في حاجه ممكن تبقى كونجنتال. انت عندك حاجه اسمها سيليا، الميوكوسيليا كليرانس او الميوكوس بلانكت دي فاسيليا. ايه المعنى؟ الطفل يكون السيليا ما بتتحركش. ايه الموبايل سيليا سندروم؟ اللي هي كارتاجنر سندروم. عندي سيليا وكل حاجه بس ما بتتحركش. او بلاش، بدل ما في سول لير بتتحرك فيها السيليا بقت ديسيد اللي هي بيسموها ميوكوبيسيدوزيس او سيستيك فايبروزيس. سيستيك فايبروزيس او ميوكوبيسيدوزيس معايا؟ سمعت عن السيستيك فايبروزيس في البطالج اللي هو عنده بوليسيستيك في اللنج معايا؟ وعنده برونكيتس بالظبط. اذا انا عندي اثنين ديزيز كونجنتال، يا اما كارتاجنا سندروم يا اما سيستيك فايبروزيس. الاسم الثاني للسيستيك فايبروزيس ميوكو فيسيدوزيس. الميوكاس بقى فيسيد فالسيليا ما عادتش عارفه تتحرك، طبقه البارفين زادت فوقات السيليا، وبالتالي يجيله ساينوسايتس لان السيليا ما عادتش تعمل كليرا. او ما فيش سيليا بتتحرك اصلا ابنورمالي اموتايل. اموتايل سيليا سندروم او كارتاجنر سندروم. كارتاجنر ده لما اكتشف السندروم دي قال ثلاث حاجات، عنده ساينوسايتس وحتى الفرنتال ديسنت بعد كده لا هو ساينوسايتس وخلاص. عنده ساينوسايتس تمام، عنده برونكيتس عشان السيليا ما بتتحركش بتاع برونكاي. تمام؟ عنده ديكستروكارديا قلبه على اليمين مش على الشمال. انا الحقيقه افتخر ان انا شخصت حاجتين في حياتي كارتاجنر ودي جاز انك تعرفها، وحاله ثالثه برايفت كانت بنت ممثل مشهور الحقيقه. كارتاجنر ده مع انه يوجوالي بنكتشف اكتر في الولاد او الرجاله، هي كانت بنت ست يعني. كارتاجنر سندروم. كارتاجنر سندروم دي عباره عن كارتاجنر. كارتاجنر قال ثلاث حاجات، ساينوسايتس، برونكيتس، ديكستروكارديا. بعد ما كارتاجنر مات اكتشفوا ان كل السيليا بتاع جسم الانسان بتبقى واقفه في مرض كارتاجنر. حتى السبير ما بتتحركش، علشان كده ده الدرايف ما بيخلفش. تخيل وهي كمان ما بتخلفش. السيليا تخيل؟ يعني سبحان الله كارتاجنر هو قال ثلاث حاجات، بعد ما مات اكتشفوا ان كل السيليا بتاع جسمه ما بتتحركش.
ذكر دمر، يبقى قلنا في كارديوما بتاع الحكام عشان لو سألك يعني. ساينفايتس فيستروكارديا كومبليكس. الكوستوف اورجانيزم يا دكتور ما انت قلتهم لي ثلاث اورجانيزمات. وبعدين؟ هيموفلوس انفلونزا بروكسيدا كفرانس و ستريبتوكوكس نيموني. كلينيكال برزنتيشن بتاع الساينفايتس في الاطفال. ما هي نفس الساينفايتس في الكبار يا دكتور. بس هو صعب الطفل يقول لك عندي في الشربين وهلك. ازاي يقول لك عندي وجع في وشي وصداع؟ وان كان ممكن اطفال الايام ممكن بصراحه. بس هم بيتكلموا على الاطفال بتوع زمان يعني. فاهم؟ في الاكيوب ساينوسايتس الفيبر في الاطفال بتبقى اكتر من الكبار. تمام؟ محمود اتكلم ليه الفيبر بتاع الايتس في الاطفال بتبقى اعلى من الكبار؟ علشان الهيب جريتك سنتر نوت فول ديفيلوب والبوب سيرفيس اريا اقل وبالتالي الحراره بتبقى اعلى لدرجه تجي له رايبوس. عنده ايديما عند الروت والدانوس. الروت والدانوس هنا تلاقي ايديما تصميمات داخلين علشان في بول. فاكر الكلمه دي؟ البول بتاعه في اتنين فيحصل الدماغ هنا الكبير لا الكبير لا وكومبليكيت. طارق قوم قوم الوضع كان احسن. لا لا قوم قوم انا عمال ابص مين اللي بيتكلم مين اللي بتاعه ورا تاني. يلا سرعه سرعه تمام خلاص. يبقى يجي مع الروت والدانوس اند بتوين ذا ايز لما يكون اسمه ده ساينوسايت. رايح فين؟ ايوه اقعد هنا. ليه الكومبليكيشنز بتاعت الكويدا ساينوسايت اكتر من الكويدا ساينوسايت؟ ليه؟ 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 عشان التيك دروب تمام؟ والتيك دروب بتسيستم باشي فور بيربريشن. خلاص كرونيك ساينوسايتس بقى يا جماعه كلمه كرونيك ساينوسايتس معناها سيبريت سبولين فاكتور معناها في ادينويد غالبا والادينويد دي هي اللي تبدا المناخير فالواد مبربر بيرسيستنت ميكو بيريد سيستم ستارت. تنزل تركب عربيتك تلاقي انت شايف الجراج صاحي من الفجر وتلاقي المخاطر الاصفر نازل من مناخيره. هو ده الواد الادينويد فيشوس اللي عنده ساينوسايت. بتلاقي المنظر ده فاتح بقه بيتنفس من بقه تمام والمخاط نازل من مناخيره. فده بريزستنت ميكو بيريد ديستشارج اتنين ساينوسايت واتنين دي في بريد سكوزنج فاكتور عمل الاكيوت ساينوسايت سبوراجيك. ده الادينويد بتاع الاطفال معايا. سيمبتومز اوف ديستنج انفكشن سيادة الجراش يقول لك يا دكتور كل شوية الواد ده يجيله ارتخام في بقه ما هو بيتنفس من بقه لأن مناخيره معزولة. يا دكتور كل شوية فيه التهابات أذن وسطى ما هو الانفكشن اللي هنا بيطلع من السكن تيوب. فاهم؟ فإذا سيمبتومز أوف ديسيندنج انفكشن هم الأطفال في الكوراليستي مين اللي بيشتكوا مخاط دائم من الأنف ومسدودة معاه وكل شوية التهابات في الودن والسور. تريتمنت طبعا الانفستيجيشنز برضه سي تي تمام؟ التريتمنت بتاع الاكيوت ساينوسايتس والكرونيك ساينوسايتس شجره ان جنرال ميديكال ان موست كيس اللي هي اختار اللي في الاكيوت الميديكال تريتمنت بتاع الاكيوت كومبليت بدريت بريت اوف فور فيوز سيستميك انتيبايوتكس انتيبايوتكس تمام تحط له بوست كومبليكيشن تحط له ميكروجيست انتيبايوتكس دروبس اوف بريتكس تمام. سيرجيكال بقى ما بترجعش للسيرجيكال خالص. كل الاطفال بيخدوا ميديكال بس انت هتكسر عظمه وتعمل صعب شويه الا لو في بريد سكوزنج فاكتور بالذات ادينويد تعمل له ادينويد ما يفرقش. يعني الامريكان يحبوا يكبروا كل حاجه فيقول لك ايه؟ مش انت بتوع او بتوع المعاصير اللي بيشتغلوا معاصير اللي بيشتغلوا معاصير دول مهمتهم لم الفلوس. تمام؟ بلاقي تروح تكشف يقول لك ايه؟ 100 جنيه كاش 300 جنيه بالظبط. تمام؟ اه وبعدين معلش احط لك نقط انا خارج استنى بره شويه عشان انت ماجي يقول لك في 100 جنيه انذار. 300 بعد شويه يقول لك لا اصل مصر عدالك. لا هي 100 جنيه تبقى 100 تمام ومش عارف انت فاهم تلاقي دافع 1000 جنيه وخارج مبسوط قوي وانت بتحب تكذب عليه. فالحقيقه هي كفايه قوي على الاطفال ادريتك كفايه قوي تبقى زي الفل اللي بعديه معايا. عمري انا بتاع اطفال على فكره دي انت كنت بقى كده عمري في حياتي ما عملهم في تخيل شوف قد ايه. اه عملت كنا نتيجه سوبر سان سيرجر اه لكن اعمل له فيس ولا مره انا مجرد بشيل له الادينويد الموضوع انتهى.
انت هتقول في الشفوي ادرينيكتومي، بس لو ما خدتش ممكن اعمله بيس، لكن ممنوع اعمل راديكال الترا استرا فرانتو ايكويتومي افتر فانكشن لافاج، كل ده ممنوع معايا. هو بينج اوبسليت كده ولا ايه؟ نيجي لموضوع الكومبليكيتد فاينوفايتس. الكومبليكيتد فاينوفايتس او كومبليكيشن، يعني ايه كلمه كومبليكيشن؟ اكسبنشن اوف انفكشن بيوند الميكوبريوس تيريت اوف فاينوفايتس. يا دكتور ده فرانتا فاينوفايتس بتغطي ميكوزا وتحتها بريوستيا، الانفكشن اخترق البريوستيا وراح للعظم السومرايز، وصل للمنجيز لجاي، وصل للبرين برين اس، بس هنا كان في برادو او سيريلر، هنا فرانتا. عارف الفرانتا اللي لوف بتاع ايه؟ بتاع البيرسونال تشينجز، تلاقي جاله بيرسونال تشينجز، تمام؟ يبقى ايه ده؟ اكسبنشن اوف انفكشن بيوند الميكوبريوستيا ليفل. اسباب يا اكيوت ساينوفايتس سبيشال ان شورت ريك، قلت لك الهيمويد جبريل جلابنا بريشيا بريتين اند بريتين الاطفال، تمام؟ او اكيوت اكسبيرفيشن بتوب كرونيك. المهم الكرونيك ساينوفايتس لوحدها كده ما تجيبش كومبليكيشن، لازم يا اما يحصل عليها اكيوت اكسبيرفيشن انتكافه، يا اما يجي اكيوت من البدايه. انواع الكومبليكيشن، حد شطوره يفكرني بالتايبس اوف كومبليكيشن فايتس ميديا. كرينيال يعني في عظم الكرينيال حصل اتنار، انترافينيال واكسترافينيال نفس الكلام، كرينيال يعني عظم السكال الاوستومالايتس، يعني هنا مصفولايتس هنا اوستومالايتس، تمام؟ انترافينيال اللي هي زي الايربيت بالظبط، اما اكسترافينيال اللي هي الاوربت اوربتال كومبليكيشن. معايا؟ مين لي اوربتال كومبليكيشن؟ والاوربتال كومبليكيشن هي الكومنست كومبليكيشن في كل الفاينل، كل الكومبليكيشنز بتاعتها الاوربت، وعشان دي لما بلاش معايا. طيب الاذر كومبليكيشن بقى ديسيندنج انفكشن، ده دي كومبليكيشن يا جماعه، لما الشارج يرجع لورا يجيله فرنشايز ولا فرنشايز وكونفايتس كفر فلور الايرو تايمز ميديا، فدي كومبليكيشن. هو الشارج يرجع لورا ازاي وهي مهدوده بالادينويد؟ وهي ايه؟ مهدوده بالادينويد. الادينويد نفسها بتنزل، ولو مفيش ادينويد البوينه نفسها من الكونشيس بيجوز اللي وصلها بتنزل على ورا، تمام؟ يبقى اذا الديسيندنج انفكشن ابر اسبيراتو ولور اسبيراتو عن طريق الاوستيكال جين، لما الاوستيوم بتاع الفاينوس اتقفل في فويد او فرانتا الميوكاس اتحوش وقعد يتنفخ سميته ميوكوسين، ولما يبقى في باص يبقى بايوسين. تمام ديتيل، تمام؟ سيبت الفوكس مانيفستيشن اوف سيبت الفوكس ده كومبليكيشن. الانترافينيا بره البيورا يبقى تحت البيورا سب بيورا الابسس، السفر اكنويد يبقى مينجايتس، البرين نفسه برين ابسس في الفرنتال لوب. كبرنا السايكوس، كبرنا السايكوس ده بورس الله. هي الاوربت دي مش بتنجرس ايه او على فكره، الكبرنا السايكوس ده بورس ده بيعتبر اوربتال كومبليكيشن ويعتبر انترافينيال كومبليكيشن، الاثنين تبع الاوربت وتبع الانترافينيال. طيب يعني اتقال هنا او هنا؟ وين هنا؟ كرينيال كومبليكيشن بقى عظمة الفرانتال حصل لها انفلاميشن يبقى اوستومالايتس. بقول لك مور كومن في الفرانتال، غير في الماكسيلا. طبعا الاكمويد والاسفينويد ما يحصلش فيه. ليه؟ اصل الاوستومالايتس لا تحدث الا في الكومباكت بوم، الفلات بوم، تمام؟ اللي هو كان فيها مرة زمان. اما الكاتسيلا سبول اللي هي الاكمويد والاسفينويد ما يحصلهمش، مفيش حاجه اسمها اوستومالايتس في الكاتسيلا سبول معايا، لان اوريدي ما كانش كومبولمار. فكلمة اوستومالايتس دي تبقى انفلاميشن ذا كومباكت بوم اللي هي فرانتال وريدلي ماكسيلاري. طب ليه الفرانتال نسبتها اعلى من الماكسيلاري؟ لان الماكسيلاري مور باسكولار، الماكسيلا واخده من فوق ومن تحت، اما الفرانتال من فوق بس. طالما الماكسيلاري مور باسكولار يبقى اقوى، يعني عندها سبوب كتير غير جروبلين، فلكن الفرانتال اضعف معايا. طب يا دكتور فاكر لما جاله ماسكويدايتس هنا وعمل فقر روسيا نفسه وراح مفرقع عمل لي فيستولا نفس الكلام، اوستومالايتس هنا وتكون ابسس تحت البريوستيا وراح مفرقع على الجلد فيستولا معاه. اذا لما يفرقع يعمل لي فيستولا اتفرج شعر وصاب بريوستيا نفسه. ممكن يجي لك سؤال نظري اوربيتال كومبليكيشن اوف ساينوفايتس، بس هو جه كله على بعضيه مره وجه اوربيتال مره معايا. سؤال ايه يعني؟
هنا بيفسر لك ليه الموارد هتكون السورس للاوبتيكال كومبليكيشن. تمام؟ لانها سيبريتد بفيري تمبليت بول اسمها لامنا بابريش. دي الاوربت يا جماعه. الاوربت دي مربع اهو. هنا الاسمول سايكل. يفتح في النوز على هنا وسيبريتد عن الاوربت بتدي لامنا بابريش. في اللامنا بابريش دي يا دكتوره مروه اللي انا بسميها الميديا اوربتال وول اللي هي اللاترال اسمويدال وول اللي هي الحته اللي انا ماسكها في ايدي دي. دي اللامنا بابريش. دي بتبقى بيتين واحيانا تبقى نهيفك في الاطفال. فالانفكشن اللي هنا يروح داخل على الاوربت. علشان كده الاثمويد والكون السورس وهيبقى لكم في الرقم. الكومن سورس للاوربتال انفكشن هو الاثمويد سايكلز. تمام كده؟ نيجي بعد كده الى الجريدز بقى درجات الاوربتال كومبليكيشن. انا لو عندي مجرد بص الفينس ريتيرن بتاع الاوربت جاي كده. لو البنت اتقفلت يحصل اوربيتال ايديما فقط. هل في انفكشن في العين؟ ابدا ايديما بس. اوربيتال ايديما فقط. طب لو حصل انفكشن سيرس من غير باص اللي هو الاوربيتال سيلولايتس ما تكونش ما فيش كوليكتد باصنا سبيس فده اوربيتال سيلولايتس نوت ايكينج بين وجع في انفكشن بس لسه ما فيش باص يبقى ده الاوربيتال سيلولايت. اما لو الكاونت باص لا اسس استنى عليا نشرح مع بعض الموت الشديد قوي كده لغايه ما ناخد اللي في الكتاب. يا دكتور انت قلت لي دي اللي انا ما بعيش وده دي موي. انت عندك فكره ان الاوربت من جوه الغطيه الاندروسيا اللي احنا بنسميه بيروسيا اهو بيروسيا اهو جوه العظم حوالين الاي هول. دلوقتي الباص دخل نفترض كان في لامينا بابريشيا كان نيكروتيك او ما كانش فيه وات ايفر بقى. الباص اتجمع بره البيروستيان يبقى اكسترا بيروستيان اكسس. تمام كده؟ الاكسترا بيروستيان اكسس كوليكشن اوف باص اوتسايد الاندروستيان لير اوف ذا بيروستيان. طب ايه رايك لو البيروستيان ده فرقع؟ اوربيتال اكسس لا انترا بيروستيان اكسس. لا الاوربيتال اكسس حقيقي. معايا؟ أو يروح للعين للكبرنا الصينة في كبرنا الصينة مرفوض. بالمناسبة. إيه الفرق يا مروة بين الإكسترا بريوستيان والإنترا بريوستيان أسس؟ الإكسترا بريوستيان أسس الباص لسه ما وصلش الأي بول. ده بره البريوستيان. بريوستيان مقفول ما فرقعش. إذا لو عالجته هيخف. أما لو ده فرقع والباص دخل وصل من ريتنا. إيرفيستابل دامج. فاكر السيرس والسابلت اللي برانكايتس؟ فاكرينها؟ وانس الباص عمل ديستراكشن للريتنا ما ترجعش تاني؟ ده نيورو بيتيليا ما بيصدقش معايا؟ طيب يبقى ده كمان صاله ثروبوز. نيجي للدستور جروب اوف ساينسز طبعا اليوم الاوبتيك نيرف هيحصل الثلاثه دول هناخدهم كمان شويه. الستيجز بقى اللي احنا قلناهم اللي احنا ادينا نبذه عنهم ولاد قول معايا طارق اوربيتال ايديما تحصل امتى؟ لو حصل فينوس اوبستراكشن مجرد ان الفينوس ريتيرن اتقفل فيحصل ايديما في الاوربيت. مين اللي بتبقى في الابر ايلاند؟ الشطار يقول لي ليه؟ اشمعنى الابر ايلاند بالذات؟ لان اللور ايلاند درين في الانفرا اوربيتال بين فين الانفرا اوربيتال بروبلم؟ بعيد عن المنطقه خالص. معايا؟ يبقى مين اللي في الابر ايلاند؟ طيب اوربيتال سيلولايت انفكشن وداوت باث يعني البيت بتاعه ايه؟ ضل ايه؟ تقل معايا؟ هيبقى في خمس حاجات بتوع العين اللي هم ايه؟ كيموزس، بروكتوزس، فيبوبليجيا، انفيشن انفيشن وايديما. معايا؟ يبقى فيها ايديما في الاوفر اي ليب اللي الاولانيه. بين في الاي ضل ايكينج تمام؟ كيموزس حمار العين، بروكتوزس بروبوشن للاي بول، وفيبوبليجيا شلل في عضلات العين. هو انت لما يبقى عندك انفلاشن في حته في جسمك تعرف تحرك العضله من الالم؟ ففي اوفثالموبيجيا، بيجيا عشان مش عارف يتحرك عينه. ريفيرتبل ديمنيشن للفيجن. ليه؟ اصل البروكتوزس شد على اوبتيك نيرف فعمل ديمنيشن للفيجن. بس ريفيرتبل لان الريتنا لسه ما وصلهاش برضه. الاكسترا بريوستي ارس زي الاداء بالظبط بس البين بدل ما كان ضل ايكينج بقى ثروبين. تمام؟ برضه ستيل الديمنيشن اوف فيجن ايه؟ ريفيرتبل.
وانت الباص وصل من اي بول الفيروس ده اكسترا فيروس هنا فقع جوه وصل للريتنا يبقى الديمينيشن اوف فيجن في الحاله دي ايرفيرسبل تمام. كبرنا الفاينل ترومبوزس الانفكشن وصل للكبرنا الفاينل وحصل فيه ترومبو في البايت عن طريق السالم الفين يعني السالم الفين هو اللي بيترين العين كلها وهو اللي بيترين في الكبرنا الفاينل. الانفستيجيشن الحاله دي يوجوالي بتروح للدكتور رمض الاول لان يوجوالي لان العين ما بيبقاش عارف هو عنده ايه اصلا فعينه ورمت لسه بدات بنات للبرد ويبقى فيها صداع ما سالش بنفسه لما عرف بدات تورم وبتاع راح للدكتور الرمض والدكتور الرمض بيبعتهولك بيبعتوا عليه لان دي مشكله يبقى فيها تمام. بتعملوا اول حاجه ايرجنت سي تي سي تي مستعجله قوي ما ينفعش ده فيها نظر تمام. وانس البشر وصل لريتنا اللي لسه مدمج يبقى لازم تبقى ايرجنت ايرجنت سي تي. دكتور رمض اللي بعتهولك لازم تقول له قال ايه اخبارها ايه الفنجس اكزامينشن ما قالكش يبقى لازم تبعته تاني تقول له اكتب لي الفنجس اخباره ايه لان لو قال لك الفنجسكو بتاعه او الفنجس اكزامينشن فيه الجورج الريتنا فين انا شايف الكاميرا الفنجس مقفول بروبوز معايا يبقى لازم اعمل فنجس اكزامينشن. التريتمنت ميديكال ريسيرش اولا هي تموت تموت بس انا ما جبتش انه يموت انا يهمني ان نظره ما يتاثرش اهم من انه يموت انت فاهم؟ النظر اهم وبالتالي هوسبيتاليزيشن طالما حاجه تموت او يعني كده هوسبيتاليزيشن. سيستميك انتي بايوتكس تمام. كورتيزون تخيل ان الكورتيزون هنا فيشن سيفين التهابات في القديمه وعماله تشد على الاوبتيك نيرف تشد تشد فتعمل ستريتش الاوبتيك نيرف. اذا عايز حاجه انتي انفلاماتري هتقول لي الانفلاميشن هيزيد او الاورجانيزم هيحصل له اكتيفيشن هقول لك انا هديله انتي بايوتيك يبقى هديله ستيرويد كانتي ديمتر سيرجيكال بقى انا اديته ده وهشوفه هشوفه ولا لا ما خدتش في خلال 48 ساعه انا داخل اعمل عمليه. بفكرك بمين؟ بالمصويدايتس فيلير وفيزيكال بريكتس لمده 48 ساعه او لو عملت له سي تي ولقيت ابسس في جلد وكان في ثروبنج فين ما تستناش 48 ساعه تعمل له على طول جراحه مع الميديكال يعني كده ولا كده هات الميديكال في كل الحالات بس ادخله جراحه لو حصل ديمينيشن للفيجن بدا الفيجن يبقى ديتيريوريت هستنى لو غيره خالص لا اديله الميديكال ودخله عمليات تمام. الابروتش بتاعك دلوقتي الحياه ريسنت بقت اللي تحت يمكن الكتاب بقى له 3 4 سنين الريسنت بقى اللي تحت اندوسكوبيك ساينس سيرجي ادخل على الاندوسكوب وافضي الجيوب الانفيه وافتحها علشان ترنسل الدريمج هدفي ان النظر يفضل كويس يبقى اندوسكوب ساينس سيرجي مش ميدي ترايل كان اندوسكوب ساينس سيرجي دلوقتي هي الستاندرد ولكن اكتب لي الاولد بروسيجرز على فوق اولد بروسيجرز اكسترنال ابروتش وانا الحقيقه مع الناس اللي بيعملوا اكسترنال ابروتش اكتر في الموضوع ده في الكومبليكيشن الى حد ما مع ان برضه بيصعب عليا وبضطر اعملها له الاسكوب ولكن انت هدفك ايه؟ هدفك ان النظر يفضل موجود فانت عايز تفتح فتحه كبيره بحيث ان الباص ينزل بسرعه لو عايز الحق يبقى من بره احسن بس الاسكار بيبقى سبابك. يبقى اذا الريسنت دلوقتي الاندوسكوبك ابروتش الاندوسكوبك ساينس سيرجن تمام؟ لكن الاولد بروسيجرز انك تفتح من بره اكسترا كرانت ويكتوم وتفضل باص اللي ضغط عليا معايا؟ طيب امال ايه البوستيريو جروب اوف ساينسز؟ حد يفكرني ايه هي البوستيريو جروب اوف ساينسز؟ يبقى كل مشاكلها عيب اوربت تخيل بقى لانها هنا على فكره الصوره دي جت في امتحان الصوره قبل كده اهو بص اهو ولو طلعت العين دي بروكتوتيك العين دي لا واخد بالك اهو بص اهو وبس في هنا كليرانس اهو لا في هنا وبس بص كوليكشن معايا مش مهم بس كوليكشن وخلاص معايا يبقى دي اوربيتال كومبليكيشن دي اوربيتال كومبليكيشن حطيت العين بتاعها اهي بروكتوتيك اهي والعين دي نورمال والساينس هنا فيها هوا هنا لا. طيب لما نيجي للدستور جروب اوف ساينس لو الاوبتيك نيرف اتداس عليه اوبتيك نيورايتس او اوبتيك اتروفي يعني تمام لو الاوبتيك نيرف اتداس عليه تعالوا ناخد الاناتوم بتاع الاوربيت الاول ولا على النور يا محمد الاوربت يا اولاد كان شكلها عامل كده
مربع. كان فينا حاجة اسمها الأوبتيك فورمان اللي معدي منها مين؟ الأوبتيك نار. كان فينا حاجة اسمها سيرو أوربيتال فيشر وهنا الانفيرو أوربيتال فيشر. فاكر الصورة دي؟ طيب الانفيرو أوربيتال فيشر مالوش أي علاقة بالجيوبيلا ده تحت تمام وفتح حتى بغطاء الفرصة وبيعدي منه الماكسيلاري يبقى انفرا أوربيتال مالوش أي علاقة. اللي لهم علاقة دول تمام ده يعدي منه الاوبتيك نيرف وده يعدي منه ايه سيرو اوربيتال فيشر 3 و4 و6 هايل ونين والاوبتالميك بتاع 5 والاوبتالميك ايه كان الدكتور عطاني فرصة بره انا يقول الصح هو اللي كان عاملها كده ليه فريق كوسينو وسقط وفجأة فاكر الكلمة دي ولا لا؟ ايه كلمه ليش في الكوسين هم صدقوه اللي هي ايه اللي ناكده مش عارف ايه فاهم اصل هو الاوكي روموتو بيتفرع الى كذا برانش هو مش عارف ايه تمام دي اللي هو بتاع الكوبي ومش شويه حاجات كده انا فاكرهم من سنه ثانيه. المهم احفظهم زي ما الدكتور محمد بيقول لك احسن 3 و4 و5 و6 بس 5 مش كله الاوبتالميك بتاع 5 تمام لان اساسا المجزري والمانديبولار بيعدوا من الفرامل القدم والفرامل الكوبايه تمام كده يبقى 3 و4 و5 و6 والاوبتالميك بين تمام كده. طيب انا عايز اقول لك حاجه لو اندفع على هنا اوبتيك نورايت لو اندفع على هنا سيبيرو اوربيتال فيشر سندروم سيبروكو بتاع فيشر اهي يجيب سيبروكو بتاع فيشر سندروم لو دافع على الاثنين اوربيتال هيليب سندروم بس تمام نقول ايه لو دافع على هنا اوبتيك نورايتس اوبتيك الفا لو دافع على هنا سيبروكو بتاع فيشر سندروم لو دافع على الاثنين اوربيتال هيليب سندروم هيجيب الاس بتاع الاوربت الاثنين. طيب استنى عليا بقى السيبرو اوربيتال فيشر لما يدافع عليه خلينا في سيبرو اوربيتال فيشر بس سيبك من الكلام المكتوب دلوقتي لو دفع سيبرو اوربيتال فيشر بس يشيل 3 و4 و6 يبقى اسمها المرض اسمه بريشيا تمام اندفع على 3 و4 و6 اندفع على 5 اللي هو المستلزم بتاع 5 يجيله انا بيجي على الفور هيد بين ثم انفيديا صح بين لما اريتيشن وش اندفع عليه جامد ريجينيت يبقى انفيديا على الفور هيد تمام ولما يدفع الاوبتالميك بين يجي مثلا اقرا ايه فاهم وفي جميع الاحيان بروكتوسس على فكره البروكتوسس حتى لو مفيش انفلامات رئتيه عارف لو لسه ممكن لو مصر اتشلت هيجي لك بروكتوسس لان العضلات كانت شدها على ورا فبطول فوق الوقت ده البروكتوسس كاي تمام فهمت يعني ايه سيبيرو اوربيتال فيشر سيبيرو اوربيتال فيشر اندفع على النرس جاله اوبتالموفيشيا اندفع على الاوبتالميك جاله اناتيليا وبين بين ثم اناتيليا تمام الناس على النرف قال عن فين جاله قديمة انت فاهم بس. طيب امال لو انا بضميت دول اوربيتال ايليب سندروم هضيف ايه بقى؟ ديفيشن ديفيشن اب تو بلايندنس اب تو بلايندنس معايا يبقى الاوربيتال ايليب سندروم دي تزود عليهم ديفيشن ديفيشن فاهم يا محمد؟ ها؟ اسطو مالايك في الفرنتال بول نور يا محمد اسطو مالايك في الفرنتال بول السيمبتومز بين فول سويلنج على الفورهيد واحد جاله اسطو مالايك هنا هيبقى بين سويلنج بس الحته دي خلاص مورمه وحمراء وبتوجعه بين فول سويلنج ولو الاكسس فرقع يبقى تشارجنج فيستولا يا ولاد الفرنتال بول عامله كده اهي بص الفرنتال بول هيبقى كده البون اهو تاكل ويبقى فيه اكسس هنا وفي بيروستيا من فوق ايه بيروستيا من فوق تمام ده الفرنتال ساينس نفسه وبالتالي بقى فيه سوين ودين اهو خلاص لو انا دوست طبعا الباص ده بعد ما بيفرع على البيروستيا انا هيبقى عجلته ويجاوب تسلم لو انا دوست له على الحته دي الاقي فيه تندرنس وفلكتويشن بعد ما الباص يتكون طب بيروستيا ابسس وبالتالي فلكتي وانفرد خلاص راح جاي واحد اسمه بوت وده كان تخصصه عض بتاع بوتس فراكشر معرفش انت ولا لا بتاع بوتس تيسو باسباي هو بوت وراح مسميه بوتس بافي تيومر هو مش تيومر يا دكتور ده هو مجرد ان الفرنتال بول اهي
اتكون سبريوستيال ابسس من بره تحت الجلد واتكون سبريوستيال ابسس من جوه عند البرين فسماها بوكس بافي تيومر من الفخذ يبقى ما هو البوكس بافي تيومر سبريوستيال ابسس في الفرونتال بس هو سماه اسمه في الاكس راي يبان يبقى اسمه بوكس بافي تيومر لكن هو مش تيومر معايا يا ولاد طيب الانفستيجيشن هعمله سيتي كل كومبليكيشن سيتي كومبليكيشن بروفايلز ميديا كومبليكيشن سايتس سيتي تريتمنت كل كومبليكيشن ميديكال وسيرجيكال كل كومبليكيشن هوسبيتاليزيشن وسيرجيكال انتبايوتيك سيرجيكال دريدج للابسس وتريتمنت للسايتس بس كبرنا سنه ترومبوليس الكبيرة الصينة ده حاجة خطر جدا وانت حط الله انفلاميشن ده حاجة مميتة حفيدة المورتاليتي ريت 30% نسبة الوفاة 30% انا اعتقد ان اكثر من كده لكن كنت بتكتب 30% تمام بص يا ولاد ده الكبيرة الصينة الكبيرة الصينة ده بيتكون من ايه لو انت فاكر هنا الاوبتالمنت جاي من العين وهنا السفينوبرايتال كان عليه سروندو من السفينويد فاكر الكلام ده ويتكون هنا الكبرنس الشطر يكمل لي دفع بتاعت من ورا يكمل عليه من فوق البيترس يفيرو بتروزن ومن تحت البيترس يفيرو بتروزن هنا مين؟ الليبنوايد ويخرج يبقى شجرة فاكر الكلام ده؟ تمام؟ يبقى إذا انفلاميشن هنا يعمل كبرة سنة ترومبوتس انفلاميشن هنا يعمل كبرة سنة ترومبوتس وفي مشاي فينس هنا يعملوا لي كبرة سنة ترومبوتس أو مشاي فينس انت فاهم؟ وبالتالي الكابيرنوس سينا ترومبوليس spread of infection من SOS save our souls 2-1-2 حاجة مميتة فأقول لك SOS معايا skin fixes في الدنجرس area of the face تمل هنا هو ولا ستة الأسس يجيب لك كابيرنوس سينا skin fixes تفهم؟ skin infection يعني في الدنجرس area of the face sinusitis انا لسه قايلينها من شويه راح يتنجرس ايه ولا فين؟ اوربيتال انفكشن الاوربيتس الباسيو داخل عقل الاوتام الجايين يبقى انا صار ترومبوليس سابيريشن في الفارنج يعني واحد عنده كوينزي او بارافرنجيال ابسس يروح طالع عن طريق الميشيل فين على كبار الفرق؟ عن طريق الميشيل فين اخيرا لاترال سانا ترومبو في البايت سانا ترومبو في البايت فاكرها؟ مش قلت لك لو حصل اكستنشن انتيريور يجي له كفرنس سنة ترومبوليس فاكر انا قلت كلمة عنها وقتها ما تديش انتكولوجي لك اللاترال سنة ترومبوليس في الا اذا تحتاج لانك ما تقدرش تشيل الكفرنس سنة ده جوه الاتراك كاروتيد ارتري تمام وثلاثة واربعة وستة ريليتد بين ستة جواه بالمناسبة وثلاثة واربعة في الوول فانت هتشيله ازاي؟ فانت كل الحكاية في ده انتكولوجي لك قلت له يا رب يعيش معايا اذا سينا ترومبو في البايت كومبليكيتنج كرونيك تابلت بروفايتس ميديا يبقى انا قلت كده اس او اس 2 اس 1 او 2 اس الحقيقه ده مش كمان سينا ترومبو بس يعني الصوره على شكل بروتوزس لكن كمان سينا ترومبو لازم تلاقي عين ورمه وحمراء شايف ده كمان سينا ترومبو هذا القسط المصري المسكين عنده كمان سينا ترومبو لاحظ الامر ايليد اكتر هنا تحت اقل ليه؟ ليه؟ علشان اللي تحت درين من انترا اوربيتال فين؟ طيب الحقيقه الولد عاش يعني الولد عاش بقى كويس يعني ممكن في ناس تعيش من الاحتمال الزيت عالي لكن ممكن ناس تعيش معايا جابوا تحت الكلينيكال بيكشر يا دكتور هو مش كبرنا السنة ترومبوليس ده كبرنا السنة ترومبو في بايت بس احنا اللي سمعناها كده فليب بين اي زي انفلاميشن انفلاميشن مش اي انفلاميشن بالمناسبه هي موت هي موت ازاي؟ لو امتد الابر سايد مش في كبار سايد يمين وكبار سايد شمال وما بينهم انتر كبار سايد لو امتد الابر سايد نمره واحد نمره اثنين لو امتد بين الجيز او البرين الجيز وبرين ابس معايا؟ طيب العين ده اكيد ايفيس ليبر ويدي كوماليس وانوريكس كوكل عنده كل حاجات اللي في ايديما في الابر ايلات اهو كيموزيس يستحيل بالعافيه انها حمراء بروتوزيس بالسيتي ليه بالسيتي؟ تمام اوبتالموبيجيا علشان 3 4 6 معايا ديمينيوشن الفيجن اب تو بلايندنس لو ما اتنحاش
الانفستيجيشنز برضه عشان في تيم كونتراكت. يا دكتور الكابتن الصيانه ده سوق فيش اديله كونتراكت وفي جنبها ايش؟ ايش في تيم كونتراكت؟ والاحسن من سي تي ام ار اي ليه؟ اصل ده بلاد فيشن تشحنه. واحيانا دلوقتي بيسموها ام ار بي ام ار بينوجرافي لانه ميز مش انجيوجرافي معايا حاليا بيسموها كده ام ار بينوجرافي. التريتمنت بقى ما هو كل كومبيتيشن يا دكتور ميديكال وسيرجيكال. ميديكال هوسبيتاليزيشن طالما حاجه تموت كنت قلت لك نسبه تكون 30% فاهم 30% ده بره كمان. يبقى هوسبيتاليزيشن سيستميك انتبيوتيك بتكروس البلاد برين بارير لازم لان حاجه انترافيزيال خلاص. انتيكوجرام زي الهيبارين سيرجيكال محدش يعرف يشيل الكلام الفاينل. ومن بعد ما يخف اشيله السورس اوف انفكشن اشوف انهي فاينل اللي انفكتد كل شويه يجيب له فاينل اعالج ده من سورس اوف انفكشن السورس افتر ريكفري. لا انا قلت لكم نص حصه ونمشي استنوا عليا 30 9 ونص و5 10 دقيقة لا لا البلاستيك اسمه فليكسابل
ممكن يدخل للتنس. فميزو فارنجوسكوبي لارنجوسكوبي وهكذا. اما انا النهاردة نوز كله ريشن. تمام؟ يبقى كل ميزة لاندوسكوب ريشن. في سبيشال انجل وسبيشال دايركتر. بص ليه كده. نور النور يا محمد. لو الاندوسكوب كده يبص على قدام الانجل زيرو. ده اول انجل. الانجل الثاني كده 30 يبص على فوق او بزاويه مايله 30 كده مايله اكتر يبص كده 70 يبقى ليه سبيشال انجل كثير ويبص على قدام لو عايز يشخص يبقى زيرو. انا عايز اعمل عمليه مره اطلع فوق مره فوق خالص اشيل بولت من هنا من هنا يبقى انا محتاج جميع المقاسات. اما انت جاي لي العياده فانا عايز مجرد ابص قدام كده يبقى ده التشخيص معاك. يبقى انجل زيرو 30 70 بدأوا يخترعوا حاجات بينهم يعني في 45 دلوقتي وقلت لا دول الستاندرد. الدايمتر بقى في واحد تخين 4 مللي دايمتر 4 مللي وفي واحد 2.7 مللي. اللي انا وريته لك ده 1.9 ده مش تبع الكتابه يعني ده حاجه سبيشال للبيبات الصغيرين تمام مش ستاندرد. لكن الستاندرد 2.7 و4 مللي. واحد جاي لك عيادتك ومناخيره صغيره قوي طفل صغير استخدمه 2.7 واحد مناخيره قد كده ال 4 مللي. واحده فاضي وهتقول اي وما اي استخدم لها صغير انت فاهم وهكذا فاهم. انا على حسب 2.7 و4 مللي يبقى ليه سبيشال انجل وسبيشال دايركتر. الاندكيشن هتعمل منظار لمين يا دكتور؟ احنا مش عايزين المساله تبقى مجرد كمايه فلوس وخلاص لا احنا بنتكلم دلوقتي علم. هتعمل منظار لمين؟ يا اما المنظار ده معمول للتشخيص يا اما المنظار ده معمول للعلاج وده قانون المناظير في الطب. انا رايح النهارده اعمل منظار على المعده ليه؟ اصل انا في جيلي كفاح وتلجيع ومش عارف عندي ايه؟ هيبص يشوفوا بالمنظار عندي ايه؟ يبقى ده للتشخيص. اصل عيان عنده باريسس وعايز احقنها عنده بالهارزيزس وعمال وسجيات باريسس احقنها. اصل واحد عنده مش عارف تيومر في المعده وهيشيلهولي انت فاهم؟ يبقى ليه العيان؟ يبقى جميع انواع المناظير اما للتشخيص دايجنوستيك واما سيرجري ثيرابيوتيك. دايجنوستيك بالمنطق لو انت هتشخص انت مش عايز تعمل عمليه يبقى للتشخيص يبقى العيان قاعد صح في عيادتك ده هتشخصه وبالتالي بتستخدم له المنظار الزيرو ال 2.7 طبعا احنا ما عندناش 2.7 احنا بنجيب الاربعه علشان نستخدمه للجراحه وللتشخيص ما هو مش منطقي ان ادفع 25000 جنيه في العياده و25000 جنيه في العمليات فاحنا بنجيب واحد بس علشان انا شغال ببيات صغيرين وريتك الصغير ده بس لان ده ما ينفعش ال 4 مللي يعني. ولكن انا بكلمك الصح البيت الدسكوب الزيرو انجل والدايمتر 2.7 طب قبل ما تدخليك مناخير العينه الاحتياط تعملي ايه؟ ترشوا له زيرو من سبين علشان ما يتوجعش. اه في العينه الخارجيه تشوف لا بيرش زيروكين ولا بتاع مش مشكله فهو المفروض العين ما يتوجعش هيتوجع ما هو منظاره داخل وانا هعوره تمام؟ ولكن الصح قوي ترش زيروكين ده لوكا الارتيكي تحط له فازو كونستريكتور ماتيريال دي كونشستنس علشان مناخيره تفتح تقوم لما تدخل ما تخبطش في حاجه وينزل معايا اللي هو صلاين الادرينالين. ده السؤال الثاني اللي زميلتكم سالته اللي جاب 200 من 200 في الاي تي قلت لكم على الاكسترادورال ابسس وقلت لكم على ده وباباها مش استاذ باباها دكتور بره الكليه وجابت 200 من 200 في الاي تي تمام وهي دلوقتي اعتقد خلاص ان هي كمان يعني فشل ان هي في الكليه الوحيده اللي جابت 200 من 200 في الاي تي بس القرايه 199 على فكره تمام يبقى نوش هحط هعمل له سبراي سايتوكين وهحط له صلايه ادرينالين فازو كونستريكتور هتعمله ايه؟ هتشخص بيه؟ ايه الانديكيشن بتاعك؟ واحد عنده ايه وعايز تعرف؟ عنده كرونيك ساينوسايتس عايز اعرف الديستشارج جاي منين؟ فاكر؟ من ميدل ايه؟ بس يبقى ده انترو جروب قول معايا انترو ايه؟ بس يبقى ده سترويد ماي لو سينو سمون دايسيس يبقى ده سترويد ايز انت فاهم؟ يبقى كرونيك ساينوسايتس ليه ذا اوبستراكشن ومش عارف ايه اللي سددها؟ ادخل ابص بالمنظار الاستاسس ومش عارف جاي منين؟ نقط دم نازله مش من قدام جاي من ورا، ابص بالمنظار اشوف انهي نقطه اللي بتجيب دم معايا؟ سيسيف فرانوريا فاكر سيسيف لما نازل حقنته فلوريسين وبصيت بالمنظار تمام؟ فورم بودي هيدن اريا فاكر البنت اياها بتاع المرمطيس اللي وقع وما لقيتوش خد بالمنظار ادور عليه. راجل عنده تيومر واحنا خدنا تيومرز
عايز اخد فيروس تاخدها بالانذار بتنيمه اهو بتنيمه وهو صاحي يعني يميل عن الشذوذ كده ويروح داخل بالانذار واخد فيروس بعد ما ترشه زيوتين تمام يبقى فيروس من تيومر تيومر في النوز او في النيزوفاكس اي راجل كبير في السن اولد مين وعنده يونيلاترال كونتاكتيف ديفنس شود بي كونسيدر كارسينوما اوف النيزوفاكس هتبقى برضه اذروايز طب وتعرف منين الكارسينوما في النيزوفاكس ادخل بالنيزه للمشكوك عن النيزوفاكس ما النيزو فاكس ولا النوز خد منه فيروس معاه يبقى اي واحد عنده يونيلاترال كونتاكتيف ميديا هعتبره تيومر هدخل ابص على النيزوفاكس بتاعه لو يونيلاترال يا دكتوره مهد اما لو بايلاترال سموا جوبال لكن يونيلاترال في اللي صايم تيومر تمام ايه اللي جابها يونيلاترال؟ بص حاجه لوكال تيومر معاه؟ طيب فولو اب افتر اوبريشن الشطوره يفكر ايه الكومنس كومبليكيشن بعد كل عمليات المناخير؟ انترانيزال اديشن تعرفوا فين؟ في المنظار واحد عامله النهارده عمليه في مناخيره بعد يومين ثلاثه يجي ابص عليه بالنظار لو في اديشن ايرلي اقطعه تمام؟ فاكر لما قلت لك ما ينفعش تعمل عمليه في مناخير العيان ومسافر ولا العيان اما الثيرابيوتيك بقى اللي هو الاندوسكوبك ساينس سيرجري اللي احنا قلنا كلمه الاندوسكوبك ساينس سيرجري دي لا تطلق الا على الساينسايتس تريتمنت اوف ساينسايتس في المنظار الا ان ده واحد بس اللي بيعتبرها كده وهو صح انا ما انكرش لكن لو جالك سؤال نظري الاندوسكوبك ساينس سيرجري هتكتب له كل العمليات اللي بتتعمل بالمنظار تخيل بقى ما هو نظري ما هو ما بيديش واحد شغال جدا بنك وطلبه انه يعرف يعني ايه اندوسكوبك ساينس سيرجري فاللي بيصحح لك الورقه مش الشرط بتاع الاندوسكوب تمام وبالتالي لو جاب لك سؤال في الامتحان اندوسكوبك ساينس سيرجري الانديكيشن بتاعه بترجع له كل حاجه بتتعمل بالمنظار جراحيه بتتعمل بالمنظار في الاخر لكن في الشفاء والصحه قوي الاندوسكوبك ساينس سيرجري التريتمنت فور ساينس او الكلام ده يبقى اذا الاندوسكوبك ساينس سيرجري ده بيعرف الانديكيشن اي بي سي دي اي اف زي ساينوسايتس ساينوسايتس اللي هي كرونيك ريكرنت او اكيوت اللي هي الاوبريشن عشان كده تكمل تيست لان برجع الفانكشن اوف ذا ساينس تاني بفتح الاوبريشن في الشحن اثنين ايه؟ اثنين بي اثنين بي اثنين بي اثنين بي اثنين بي ولا واحده ايه؟ واحده ايه واحده ايه؟ بالظبط واحده ايه واحده ايه؟ اثنين ايه؟ اليرجيك بوليفارد شلتها بالمنظار انتو كنا البوليف شلتها بالمنظار محدش تقول فكرني لو انتو كنا البوليف شلتها اول مره بالمنظار ورجع عملها هايل هايل ده هارد اوبريشن هي ده اسم الامسكيو يا جماعه محتاجين بكره بعد بكره والله الامتحان قفل ما يكون هيبقى 10 اسئله ام اس كيو لا علشان تمشي علشان تمشي لسه 10 جنيه و10 اسئله ام اس كيو وكل سؤال 200% هندي برسنتج فاهم الكلام؟ بس علشان اللي يجيب اقل من 70% ما يشوفش ان شاء الله يكونوا مرتبوا دكتور توفيق اللي هيجيب عن الامتحان هيدفع 50 جنيه لا دكتور بي السؤال هنا هل من الممكن اشيل كانسر في المنظار في اي حته في جسمك في مصر؟ هل؟ غلط من الناحيه الطبيه غلط المنظار تاخد بيه بايوبسي لكن علشان تشيل كانسر ازاي بالمنظار؟ انت لازم تفتح وتشوف ورايح فين وجاي منين وتشيل سيفت مارشال حواليه انت فاهم؟ لكن كونك تشيل الكانسر بالمنظار ده كلام فارغ هو انت يعني شايف على سكار وهو عنده كانسر انت فاهم؟ يبقى احنا عاملين عمليه في راس العين اسبوع او اسبوعين شنو تيومر في المنظار تيومر بناي انفكت بابلوما كانسر؟ كان في عمليه لا مريض الاقصائي ده بتاع الباثولوجي اللي هيقولها انا شاكك ولا بشيلها انت فاهم؟ ايه كان في ولو كان الباثولوجي قال لي هدخله تاني واشوف هم حتى لو انا شيلته كومبليت قالوا الباثولوجي طلع حسب انا سير كارسينوز كان ده مش ده لا ده غلط بقى ماليش دعوه بقى ما تسالنيش ده غلط ما ينفعش تمام؟ يبقى بيناين تيومر اوف ذا نوز اند سايلنسز بلو اوت فراكشر اوف ذا اوربت فاكر اللي اتضرب بالبوكس او حادثه والاوربت فرقعت اللي عينها هنا دي الاوربت وده الماكسيلاري ساينس تحتها دي فرقعت فالعين وقعت جوه الساينس بلوك اوت تمام هتاخدها وقعت ممكن غرقت في الساينس يعني بدل ما هي كانت هنا الفلور بتاعها اتكسر فراحت وقع جوه الساينس
ادخل بالمنظار ارجعها مكانها واحط عظمه هنا او فاشيا او ليجامنت واسندها ليه. ده كل البنجر ده تمام. يبقى ده بلوك اوت فراكشر اوربت فرقعت فبرجعها تاني بالمنظار. ولاد كوين الانفيزيا كنت بعملها بالمنظار فاكرينها ولا لا؟ دي ده بين الاسبوب سيس برايمريه كنت بعملها بالمنظار فاكرين لما حطيت جراس او فلاب بالمنظار تمام. بي سي ار ده بروسيس تراينوستوم هتشرح مرتين مره في اي تي ومره في رمى. لما اللاكريمال ساك تبقى انفليم علشان نيزو لاكريمال داكت مقفول المرض اسمه لاكروستايتس. ادخل سلك النيزو لاكريمال داكت بتوع الرمض بيجيبوا حته سلكه تعبانه كده واقعد يسلك من فوق ومن تحت لدرجه مره خرب الخد. مره واحد بتاع صاحبي قال لي تعالى معايا اصل يحصل مشكله فرحت لقيته خرب الخد بالسلكه بتاعته كان خير بصراحه. وبعدين يبعتها للبتاع دي جي تاني احنا بنفتح ليه بصمه جديده الحقيقه. لكن لما تسكت هيك ندخل من النوز نفتح لها ليه بصمه جديده. فهي بيبقى خلاص فقد الامل في نيزو رحم الضغط عشان تفتحه تاني بيحصل له فيبروسس فبنفتح له فتحه من جديد علشان كده اسمها لاكريسوستو راينوستومي. راينوس نوز ستوما عن فتحه تفتح لها فتحه من جديد. في مرض اسمه ايه؟ لاكروستايتس تمام؟ دي كومبريشن اوف ذا اوربت اند اوبتيك نيرف. نفترض حتى في عربيه وعظمه اتكسرت وجت على الاوبتيك نيرف او الاوربت تدخل بالمنظار جوه السفينويد او السفينويد وتشيلها يبقى كانت عامله كومبريشن على الاوبتيك. عملت دي كومبريشن بلاش في الكومبريجيتد سينوسايتس مش كان كومبريس. انا فضيت الباص دي كومبريس اللي شرحتها من شويه. الاستاكسس سبحان الله الاستاكسس اتذكر الدايجنوستيك والثيرابيوتيك. الدايجنوستيك بصيت بالمنظار شفت الدم جاي منين. ثيرابيوتيك بصيت بالمنظار وشفت الدم جاي منين ده دايجنوستيك. ورحت مصدر شرع ليزر حرقت النقطه اللي بليزر بلاش ليزر ده يترمي بالمنظار معايا. يبقى اذا وقفت الدم الفرانتو اتمويدا ميوكوسيد شيلته بالمنظار. فاكرين الكلمه دي ولا لا؟ ساعه ما قلت لك الاستيوما يجول من بره لانه غلط. يبقى اذا الميوكوسيد شيلته بالمنظار. حاليا بيعملوا تربينكتومي بالمنظار. اللي كانوا واقفين ورانا اعتقد الثلاث اللي فات لا اللي قبليه متهيألي عملناها تربينكتومي بالمنظار. بدل ما اعمل تربينكتومي وانا ببص لعيني كده ببص بالمنظار وببص التربينت اللي هي البارشل تربينكتومي. فاكرينها؟ في الكرونيك هايبرتروفيك راينايتس بتتشال بالمنظار. حتى السيفتون الاستمرار والسيفتون باص دلوقتي بيعملوا بالمنظار بس كلام ثاني. ده موجز كده يعني ايه اندوسكوب؟ This is an endoscopy of the large performed at the Medical University of South Carolina. This patient had left frontal ostium seen by the white structure on the frontal sinus here. As we go through the CT scans, you can see that it is blocked off the frontal sinus. It's endoscopy. It's called a modified filter, opening both frontal sinuses at the level of the nasal septum in the middle. This allows us to then look up at the left frontal ostium by working through both nostrils. Here you can see us rocking it. The ostium should have been left with a cap and then continue to grow up and you can see it becomes more mobile. This is a tumor that traditionally had a large tumor size. وهو بيعلم العيال على جوزها كبر صغيرين خرم كبر فوق البليد وجات تقف تبقى فريش فاهم وجات تقف وقال لهم مش عيب ان انت تعمل كده ولكن سدها قبل ما العيان يطلع. هو ده اللي بالمنظار اهو بيشوف الكوينه ودي الترمينت داخل على الكوينه بعد كده هيدخل على الميدل ترمينت والميدل بينتس وهكذا تمام. على فكره الجثه throughout the frontal sinuses as well. This will help the patient to heal well post-operatively. In contraindication, malignant tumor, but it should have been done. لازم في التمار. تمام ده contraindication بتاعه. Complication. The right nostril. Finish of complication. Now wait. Minor complication causes. هتحصل في معظم الحالات. Major complication. A, B, C, D. Anesthetic complication. الله مش معموله في جنرال انستيزيا؟ اه يبقى ممكن يجي له الكومبليكيشن بتاع الانستيزيا اللي هناخدها في التونسلكتومي اللي هي ثلاثه ايه؟ انافيلكتيك شوك اه حساسيه من البنج تمام؟
ساكسوناي كولين ابني عارفين يعني ايه ساكسوناي كولين اللي بنديه علشان يخلص ريلاكسيشن اثناء العمليه. ساكسوناي كولين ابني تاري حصل ريلاكسيشن للانتركوستال والديافرام فجاله ابني ما عادش عارف يتنفس معايا. كاردياك اريست نوفر دوز خلاص اللي هي اريست 3 ايه انا فيلاكتيك شوك ابني اريست انا فيلاكتيك ابني اريست. ايدك سرحت على كليبرفورم بلين مبروك سي برايدوريا ومن الجايتس بريد انجن معايا. طيب كاروتيد انجن اظن انت حفظتها بقى فاكر لما كنت لابس قميص ابيض وروحت الاسود فاكر تمام المستشفى ايام ماشي. كاروتيد انجن فاكر الدكتور اللي قتل العيان وما حصلوش حاجه تمام. اما الاوبتيك ده لو سوفيشن اللوبيا ولو سوفيشن معايا بالتالي كان معور كمان النينجا ريكت مش فاكرينه ولا لا؟ ماينور فين الشطوره عمرو انت شاطر شكلك شاطر اقرا لي الكلمه دي يا عمرو الماينور كومبليكيشن زي ما هي مكتوبه اسف لا دبل اي ودبل اي سي لازم سنين عارفين طيب ماينور النوزنيا ربطت الفاكتور اللي هو بيتيريال ما عادش بيشم دي مشكله طوز ما يتحرق هو انا هرفع عليك قضيه اقول انا ما بشمش يسبيك لان كان بيشم قبل العمليه ده مايكل ده مايكل اديشن عورت السيستم وعورت التربيه انت ده قبعه ده كومبلكس كومبليكيشن لاي عمليه نوز النظام بتاعك ما كانش معقد جبت له انفكشن ساينوسايتس طبعا عملت دخل النظام بتاعك من عين لعيان جاله ساينوسايتس او الساينوسايتس اللي انت داخل تعالجها رجعت تاني ما عرفتهاش كويس الستاسس وهو في عمليه في مناخير العيان من غير ما ينزل بعديها ده هايلي فاسكولار يا جماعه عشان كده بنحط ليه الباك بعد العمليه معايا. واخيرا ايكوموزس ايه الايكوموزس ده؟ بروزس اللي هو البروزس اللي هي الكلمات ف محدش بيسجل صح؟ عندنا استاذ مشهور قوي في كل العيانين يا اولاد بصوا بقى فين؟ هو بيشيل اسمويد هو اوريدي بيشيل اسمويد لو هتلاقيه هيوصل للمنه باريشيا هو اوريدي شايل اسمويد فاهم؟ لكن كل شيء يحصل انت ممكن تقول لي حاجه اتقلت من كده لما تكسر لما تفتح اللاكريمال ساك على النوز يجي نف تلاقي الهواء طالع من هنا اقول لك تلاقي مقاليب طالعه من هنا فاهم بعض العجين كده بس دي مش كومبليكيشن يعني يبقى درع عينه ولا حاجه وينام مش عارف يعني فاهم؟ المهم ايه المطلوب من الفيس؟ الديفينيشن اهم حاجه في الفيس الديفينيشن يا عم تمام؟ ايه الديفينيشن ده؟ هو انت بتعمل عمليه جوه المناخير ولا بره المناخير؟ جوه المناخير بتعملها له بالمنظار ولا فتحه خارجي؟ بالمنظار يبقى انترانيزال اندوسكوبيك بروسيديوس انترانيزال اندوسكوبيك بروسيديوس بص الكلمه يا ولاد مين بيذل؟ يبقى انترانيزال اندوسكوبيك بروسيديوس ان ويتش ذا ديزيز ميكوزا از ريموف والهيلث ميكوزا از بريزيرف. المهم ان انا بايرابيكيت الديزيز بشيل الديزيز دي ميكوزا الميكوزا اللي السيليا بتاعتها ديسترويد والريفيسر والدامجد بتبقى باينه تتشال تمام والميكوزا السليمه تتساب علشان تسرح تغطي الميكوزا اللي اتشالت معايا والبوستيم بتاع الساينسز يتفتح علشان كده اسمها فيس بروستريشن اوف نورمال درينج علشان كده اسمها فانكشنال الاريشن رجع تمام. يبقى يعني اللي يهمني الديفينيشن فقط ايه الادفانتجز بتاعتها؟ ايراديكيشن للديزيز شد الديزيز اللي بيكوزها وريستوريشن للفانكشن رجعت الكريشن والدرينج تاني السيولوجي رجع تاني معايا مش مهم التكنيك.